وساطة مصر النزيهة تعيد رسم خارطة الأزمة السورية. استراتيجية ترامب الجديدة تجاه إيران تعيد العقوبات المؤلمة لطهران وتهدد الاتفاق النووي. بعد فشل سياسة الابتزاز، ماذا يريد أردوغان من أوروبا؟ حصاد إخباري جديد يأتيكم من أون لايف، أهلا بكم. أهلا بك لبنى، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وإلى أول ملفاتنا لهذه الليلة. رعاية مصر النزيهة لملف المناطق الآمنة في سوريا مكنت من تغيير خارطة الأزمة، خاصة بعد أن نجحت الجهود المصرية في حمل فصائل مسلحة على إلقاء السلاح وإعلان استعدادها للانخراط في عملية سياسية ضمن اتفاق خفض التصعيد، والتي شملت أخيرا ثلاثة فصائل كانت تسيطر على مناطق في جنوب دمشق. والمساعي المصرية ركزت على مبدأ الحل الإنساني دون تقسيم سوريا وفق مناطق النفوذ، بالإضافة إلى السعي نحو إدخال المساعدات ووقف التهجير القسرية. فاستحقت القاهرة أن تنال ثقة أطراف الصراع، وذهبت بهم إلى بداية طريق ممهد ربما ينتهي إلى نور في نهاية النفق. اتفاق جديد نجحت الجهود الدبلوماسية المصرية في التوصل إليه لزيادة مناطق خفض العنف والتصعيد جنوبي دمشق، والتي يشهد سكانها تهديدا بالتهجير القسري، خاصة حي القدم. الاتفاق الجديد الذي تم برعاية مصرية شمل كل من فصائل جيش الإسلام وأكناف بيت المقدس وجيش الأبابيل التي تسيطر على جنوبي دمشق. حضرنا هنا إلى القاهرة لبحث الوضع في جنوب دمشق والغوطة الشرقية ووضعية الاتفاق تخفيض التصعيد بعد ارتفاع وتيرة الخروقات التي حدثت خلال العشرة أيام الماضية. وقد حضرنا هنا بدعوة كريمة من القيادة المصرية للاتفاق مع الروس حول تثبيت وقف التصعيد في اتفاق وقف التصعيد في الغوطة الشرقية وإنشاء اتفاق جديد لمنطقة جديدة مهددة قسريا بالتهجير، وهي منطقة جنوب دمشق وحي القدم. الاتفاق نجح فيما لم تتمكن منه محادثات جنيف وأستانا، والتي لم تنجح في وقف العنف بشكل كامل، إذ لم تهدف الرعاية المصرية إلى تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ أو تصفية معارضة أو شرعنة نظام، وإنما هدفت في المقام الأول إلى التأكيد على الحل السياسي وإنهاء العنف لإدخال المساعدات الإنسانية والتأكيد على مرجعية جنيف والقرارات الأممية. كل إمكانياتنا ما قدرنا نغطي النقص اللي عم يصير والتقصير اللي عم يصير من جميع المنظمات. حاليا لا في خيام، لا في بطانيات، لا في سفنجات، لا في خدمات نهائيا. تدخل وتعهد مصري بانفراجة في فك الحصار عن الغوطة الشرقية لإدخال المساعدات بكميات كافية من أجل تخفيف المعاناة عن أهالي المنطقة، بالإضافة إلى تكفل القاهرة بعدم السماح بتهجير قسري جنوب العاصمة دمشق. خطوة جديدة بدأتها القاهرة في سبيل إنهاء الحرب الدائرة منذ سنوات، والتي لم يدفع ثمنها سوى أهل تلك المناطق. تم خلال هذه المباحثات الإعلان اتفاق المبدئي حول عدم التهجير القسري من هذه المناطق، وعلى خفض التوتر فيها، وعلى دخول المساعدات الطبية والإنسانية إليها، وعدة أيضا عدة نقاط تم مناقشتها خلال هذا اللقاء. تواجد أمريكي في سوريا يهدف إلى منع روسيا من الانفراد بمفاتيح الحل، يشاركه تواجد تركي لمراقبة تحركات الأكراد، بينما تغذي الأموال الإيرانية والقطرية الصراع لتحقيق مصالح أيديولوجية وطائفية. هكذا تتلاعب المصالح الدولية بسوريا دون أن يرغب أي منها في وضع حل جذري،
ليأتي اتفاق القاهرة ليشكل أملاً جديداً في إنهاء الصراع. للمزيد معنا مباشرة الأستاذ أسامة الدليل، رئيس قسم الشؤون الدولية بالأهرام. أستاذ أسامة أهلا بحضرتك. إذن انطلاقا من مبدأ مصر في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، في الحفاظ على وحدة الدول العربية، في الحفاظ على ودعم الجيوش العربية، رفضها التام للتدخل الأجنبي في الدول العربية، نجحت بالأمس في توقيع اتفاق ما بين مجموعة من الفصائل السورية ونجحت في ذلك. هل نستطيع أن نقول بأن القاهرة نجحت سياسيا في نقل الأزمة السورية من أروقة الدبلوماسية الدولية إلى أحضان العرب مرة أخرى؟ هنا في نقطتين لازم نتكلم فيهم إذا كان ينبغي علينا أن احنا نركز حوالين نجاح الجهود المصرية في هذا الملف. النقطة الأولى هو مش بس الملف السوري، أيضا الملف الفلسطيني والملف الليبي. لو ناخد بالنا التحرك المصري هو تحرك له امتداداته في الغرب وفي الشرق وفي كل الملفات الساخنة في المنطقة في الحقيقة، وهذا يحمد للدولة المصرية وللمخابرات العامة المصرية. الشق الثاني اللي بيتعلق بالموضوع اللي احنا بنناقشه النهاردة، كل ما هو مصري مقبول تماما في سوريا، مقبول حكومة وشعبا ومعارضة، مقبول من الكل. ولو كانت ظروف مصر في 2011 زي ظروفنا دلوقتي أو ما كانتش معقدة، أنا أتصور أن هذا الملف من بدايته كان ينبغي أن يكون ملفا مصريا بامتياز، لأن عدد اللاعبين الأجانب داخل الأراضي في الجمهورية العربية السورية عدد كبير جدا، والتدخلات كتيرة للغاية، والموقف في منتهى التعقيد. وجود مصر في الحقيقة هو وضع يتمناه السوريون جميعا وكانوا ينتظرونه منذ أمد طويل. فيما يتعلق بالمنطقة اللي احنا نجحنا في الإسهام في خفض التصعيد فيها، هذه المنطقة في الحقيقة الثلاث فصائل اللي تم جمعهم هنا في القاهرة دول مش هم المشكلة. المشكلة الحقيقية في الحجر الأسود والقدم وحتى في اليرموك هي وجود الدواعش وجبهة النصرة. صحيح. لأن دول هم الذين يعيقون أي محاولة لإدخال مساعدات من أجل التهدئة، من أجل المصالحات. وموضوع المصالحات ده موضوع يعني ممتد بقاله فترة طويلة، وكان من الممكن تسوية الأوضاع لولا تواجد الدواعش وجبهة النصرة. وللأسف البالغ تدخلت تركيا عسكريا برفقة قوات من جبهة النصرة امبارح والنهاردة من الشمال من ناحية إدلب، وهو ما يعقد الموضوع أكثر فأكثر. دعني أقول لك أن هذا المجهود الذي بذل يكشف عن كثير في الحقيقة من المعلومات، واحدة منها أن الملف السوري لم يكن غائبا يوما واحدا عن المخابرات المصرية. نمرة اثنين أنه تعقيدات المشهد في سوريا تؤثر على الأمن القومي المصري، ومن ثم ده كمان يخلينا زي ما بنبذل مجهودات في ليبيا وفي الملف الفلسطيني نبذل أيضا المجهود في سوريا، وإذا ما طلب منا في العراق أو في غيره طبعا هنكون موجودين، لأن كل ده بيعقد البيئة الأمنية للأمن القومي المصري. طيب أستاذ أسامة، يعني نقدر نقول الدبلوماسية المصرية أثبتت أن وجهة نظرها هي الصح بأن الحل لابد أن يكون حل سلمي، تحدثت بذلك في المحافل الدولية، انتظرت طويلا حتى رأت القضية، رأت أبعاد القضية، رأت الداعمين ورأت الحلفاء. لم يكن هناك أبدا أي أفق عسكري ناجح في أي ملف حصل في المنطقة العربية، لا في العراق ولا في سوريا ولا في ليبيا ولا في اليمن. كل هذا عبث وكل هذا إراق الدماء، لأنه عندما تكون قدام مأزق سياسي لا يمكن أن يحسمه السلاح، لأنه صحيح. السلاح معناه إفلاس السياسة، قول واحد يعني. خليني أقول لحضرتك أنه منذ أن بدأت الأزمة في مارس 2011 ووجهة نظر مصر مشكلة في هذا الوقت في المجلس العسكري للقوات المسلحة أن الحل في سوريا سياسي وليس عسكري على الإطلاق. هناك من كابر وظلت المكابرة لحد ما وصلنا لسبع سنين، ولا يمكن أن يحسم هذا الملف عسكريا، بل السلاح من أول هذه الأزمة هو الذي عقد هذه الأزمة وأوصلها إلى ما نحن فيه. عايز أقول لحضرتك أن كمان في عنصر مهم للغاية لازم نتكلم فيه، أنه مصر مش بس بتعمل على
الاستقرار في ليبيا وفي الوضع الفلسطيني وإن شاء الله وصولا إلى دولة فلسطينية وأيضا في الملف السوري. لا، ده مصر كمان بتعطي أفق لإعادة الإعمار، سواء كان إعادة الإعمار ده في سوريا أو في غزة. صحيح. أو في ليبيا. وبالتالي أنت قدام رؤية، وهذه الرؤية لها علاقة بالإقليم ومستقبل الأمن والاستقرار في الإقليم. الأساس في ترتيب أوراقه هي القاهرة. طيب أستاذ أسامة، من وجهة نظرك يعني ما الذي ساعد مصر على أن تلعب دور الوسيط النزيه؟ لا، هو مصر عندها مبادئ من ناحية، ومن ناحية تانية احنا ما بنشتغلش بوجهين، وجه تحت الطاولة وجه من فوق يعني. نمر الثلاثة، وزي ما قلت لحضرتك فيما يتعلق بالملف السوري بالذات، بالذات هذا الملف، كل ما هو مصري مقبول. ليه؟ واحد، هذه الدولة كانت جزءا لا يتجزأ من مصر، كنا الجمهورية العربية المتحدة. نمرة اثنين، أن العلاقة المصرية السورية رغم ما شابها، وقد شابها كثير في الحقيقة، ولكن التنسيق على المستوى الأمني لم ينقطع يوما واحدا. وخليني أقول لحضرتك في الملف الأخير، لما جت هذه الفصائل إلى القاهرة برعاية مصرية وطبعا بضمانة روسية، كان هناك وفد أمني أتى من سوريا، والناس كلها قالت هذه الأخبار في محطات متعددة، رغم أنه ما صدرش من الحكومة السورية إشارة بهذا الشكل. كان في وفد أمني سوري، ومن ثم أصبح هناك جدية في التعامل، هناك مصداقية، هناك أيضا إجماع ما بين من يسمون أنفسهم معارضة مسلحة أو معارضة سياسية وبين الحكومة بين كل الأطراف، أن القاهرة هي الوسيط الوحيد المقبول لأسباب تاريخية ولأسباب أيضا تتعلق بما هو جيوسياسي أو بالوضع، أن مصر بحكم مركزية دورها في العالم العربي هي مسؤولة عن كثير من الملفات. هذا قدرنا، ما بنقحمش نفسنا في شؤون الآخرين، ولكن ما يحدث لدى الآخرين يؤثر بالسلب على الأمن القومي المصري. طيب، في نقطتين مهمين جدا في اتفاق الأمس، هو إعادة فتح المعابر ورفض تهجير القصري، هذه نقطة. النقطة الثانية وهي فتح المجال أمام أي فصيل يود الانضمام إلى هذا الاتفاق. كيف تقيم أو تتوقع أن تكون استجابة الفصائل التي لم تنضم بعد إلى الاتفاق؟ والله المشكلة هي في الطرفين، يعني في طرف يعتبر أن ما يحدث بالنسبة له هو حصار وتهجير قصري، وهناك طرف آخر يرى أن الدولة تمتلك الحق الحصري في فرض الأمن والنظام، وهي دي لب المشكلة. كل هذه القضايا من الممكن جدا التحاور بشأنها، وما ننساش أن مصر ومن قبل كده احنا كمان تدخلنا في موضوع الغوطة الشرقية، تدخلنا أيضا في تجهيز وفد لمعارضة في المفاوضات وفي منصة القاهرة وفي منصة موسكو، وهناك منصات متعددة في الحقيقة. خلينا أقول لحضرتك أنه مصر بالتحديد هي رمانة الميزان، ورغم أنه الوضع على الأرض يعني بيقول كلام تاني. على سبيل المثال، أنا قلت لحضرتك أن الدواعش موجودين في مخيم اليرموك، وموجودين في الحجر الأسود، وموجودين في كل هذه المناطق اللي هي جنوب دمشق، وجبهة النصرة كذلك، وهي مصنفة إرهابية ما فيهاش كلام يعني. خلي مهما بقى سمت نفسها، تسمي نفسها بقى جبهة فتح الشام، تسمي هي النصرة اللي هي أصلا القاعدة، تنظيم القاعدة في بلاد الشام. عايز أقول لحضرتك أنه مصر عندها رؤية واضحة وعندها معلومات واضحة ولديها إدراك دقيق للوضع على الأرض. فهذا الإدراك الدقيق لما بتدخل جهاز معلوماتي ضخم زي المخابرات العامة المصرية وترعى، وهي عارفة بالضبط من أصحاب الثقل ومن مش أصحاب الثقل، ليه شكل الوضع على الأرض وإيه مدى تعقيداته، بالتالي بيبقى القرار في القاهرة أصوب وأكثر دقة. الناس بتثق في الرؤية المصرية ورؤية أجهزة الأمن المصرية. طيب، وتثق أيضا أن المستقبل يحمل الكثير من الفرص، ولا بد من اغتنامها الآن، لأنها إن لم تغتنم. طيب، الآن أستاذ أسامة، لن تأتي بعد ذلك أبدا. هل ما حدث بالأمس يرد على التشكيك الأمريكي بإمكانية تحقيق مبادرة وقف إطلاق النار والمناطق الأمنة وخفض الصيد؟ أمريكا في الحقيقة وكل ما يصدر عن أمريكا بقى محتاج مراجعة، وأظن حضرتك من ساعات شفت خطاب ترامب، وكلنا شفنا ما الذي تفكر فيه واشنطن. وللأسف البالغ أن العسكرية الأمريكية تقول كلام مغاير تماما لكلام تيلرسون ولكلام ترامب،
وتقدير الموقف الحقيقي فيما يتعلق بالبنتاغون لا بيقول كلام تاني خالص غير هذا التشكيك الذي يصدر عادة في الإعلام ويصدر عادة في المجال العام. لكن ما يراه العسكريون يرون وضع أكثر تعقيدا، ويرون أن هذه الساحة التي استخدمت للحرب بالوكالة ما بين أطراف كثيرة ومتعددة وصلت إلى حائط مسدود، أصبح في أفق الحل العسكري مستحيل، ومن ثم مفيش قدام الجميع سوى الحل السياسي وبضمانة النزيهة. لأن في الحقيقة في بعض الأطراف اللي ممكن يبقوا موجودين كأطراف ضامنة هما مش أطراف نزيهة، وأقل حاجة ممكن أقولها في ده الموقف التركي الأخير. أستاذ أسامة، نريد أن نتوقف معك قليلا عند هذه النقطة التي قد أثرتها وهي الحل السياسي. البعض يتفق معك في هذه النقطة، أو الكثير يتفق في أن الحل السياسي هو الحل الأمثل، ولكن السؤال الذي يختلف مع رأيك أستاذ أسامة بأنه الحل العسكري وما توصلت إليه القوات السورية أو الجيش العربي السوري من انتصارات حقيقية على أرض الواقع هي ما فرضت هذا الواقع السياسي الجديد. طيب خليني هنا أتكلم في نقطتين. النقطة الأولى هو الأساس الذي بني عليه الصراع، ومن بدري مصر رأت أن هذا الصراع لا يمكن أن يحسم عسكريا، وبالتالي أي حد ما الواقع بعد 6-7 سنين يعني أنت بتكابر في إيه؟ نمرة 2، وهذا هو الأهم. صح يا فندم، الميدان هو الميزان، صح، وهذا الكلام دقيق، ولكن انظري أيضا إلى تعقيدات الميدان، لأن في أطراف داعمة لمنظمات إرهابية يعني بتديهم المال والسلاح، وده في فضيحة، وقد تم تفجير الفضيحة دي على الشاشة اللي حضرتك بتتكلم منها، وهي فضيحة نقل الأسلحة من الجيش الأمريكي وعبر بعض دول البلقان إلى سوريا وإلى الفصائل المسلحة في سوريا. لا احنا قدام مشهد. أستاذ أسامة، أتحدث تحديدا عن أنه من يحمل السلاح هو الجيش النظامي، الجيش العربي السوري، يعني هذا الأمر طبيعيا، ولكن نختلف في أنه من يحمل السلاح هي جماعات أخرى مسلحة تأخذ هذه الأسلحة من دول أخرى تريد تنفيذ بعض الأجندات، لا خلاف في هذه النقطة، ولكن كيف كان يمكن، يعني إذا رجعنا للخلف مرة ثانية، كيف يمكن أن يواجه الجيش العربي السوري هذه الجماعات المسلحة باتفاقات سياسية لن تستطيع أن تنفذها؟ ده بعدين لما حصل تدخل الروسي وبدأت روسيا في الوجود الشرعي إلى جوار الجيش العربي السوري، وأيضا بعض حلفاء الجيش العربي السوري، لما توجد هذا الواقع الجديد أتاحت الحكومة السورية فرصة المصالحات. وعلى فكرة الموضوع ده بقاله أكتر من سنتين، مبدأ المصالحات إما بإلقاء السلاح وإما أن حضرتك تروح لمنطقة تانية زي مناطق إدلب وغيرها وتنضم بقى اللي أنت عايز تنضم له وتواجه الواقع الجديد. الحقيقة أن الحكاية دي نجحت في الكثير جدا من الأمور، وكانت فرصة أنه المجتمع العربي السوري، وهو مجتمع في الحقيقة منتج، وهو مجتمع في الحقيقة حتى هذه اللحظة لا عنده نقص في القمح ولا عنده نقص في السكر ولا عنده نقص في الوقود رغم كل حاجة شافوها طول ال7 سنين، ده لأن ده أصلا هذا المجتمع هو مجتمع بتاع إنتاج وما كانش مديون لأي حد على الإطلاق ولا صندوق نقد ولا أي شيء. هذا المجتمع في الحقيقة عانى كثيرا، فعندما وجد فرصة للمصالحة والخلاص من حالة الصراع المسلح بادر الجميع. وما ننساش كمان أن في مراكز ثقل كثيرة في التركيبة السورية، وأن هناك عناصر كثيرة غير مصر، يعني هتلاقي فيه أكراد، هتلاقي فيه شركس، هتلاقي فيه أرمن، هتلاقي فيه عرب سنة، عرب شيعة، هتلاقي تركيبة في السكان مش زي التركيبة بتاعتنا ولا حتى تركيبة ليبيا. ولذلك هذه الأمور أسهمت وإلى حد كبير في نجاح فكرة المصالحة والتوقف عن الصراع المسلح تمهيدا لحل سياسي يقوم على أساس مقررات جنيف وجنيف واحد والمقررات الأممية، وبالذات فيما يتعلق بخارطة الطريق للانتقال السياسي. نعم أستاذ أسامة، الحديث عن السياسة الخارجية المصرية التي تم
تميزت بالفعل بالحنكة السياسية. هناك حديث آخر يعني ينبثق عن هذا الحديث عن سياسة الخارجية المصرية، وهو أنه هناك أهمية استراتيجية وجغرافية لهذه المناطق التي يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار فيها، وهي جنوب دمشق وهذه المناطق وحي القدم. ما مدى أهمية الأهمية الجغرافية والاستراتيجية لهذه المناطق تحديدا؟ طيب دعيني أقول لحضرتك، لأن أنا من الناس اللي رجليهم على الجغرافيا السورية. كل الجغرافيا السورية في منتهى الخطورة والأهمية. كلها بمعنى كلمة الكل. يعني حتى من درعا في الجنوب لحد آخر حلب وباب الهوى من ناحية الشمال الغربي ودير الزور، كل هذه الجغرافيا في الحقيقة تختلف عن الجغرافيا المصرية. فكلها جغرافيا صعبة ومعقدة وحاكمة لدرجة معقدة. وعايز أقول لحضرتك أنه كل المناطق في سوريا في الحقيقة عانت، والعنف طال الجميع والدم طال الجميع، وهذا الشعب عانى فوق ما أي حد يتخيل. أنا شخصيا لا أتخيل أن شعبي يعاني حتى شهر واحد مما عانوه. وعلشان كده بقول أنه ضمانة الأمن القومي العربي هي مصر. وأنه لو بصينا كويس لمناطق الصراعات والفوضى ومحاولة تقويض الدولة الوطنية في ليبيا، في سوريا، في اليمن، هتكتشف حضرتك مثلث في القلب منه تقع مصر. وده كلام في منتهى الخطورة إذا كنا بنتكلم في الجغرافيا وما هو استراتيجي في الجغرافيا. كل هذه الملفات تعقيداتها مباشرة على الأمن القومي المصري. مصر النهاردة بتتعافى، مصر بتستعيد روحها، مصر بتستعيد دورها الإقليمي بعد ما كانت مصر منكفئة على ذاتها لسنوات لأسباب طبعا كلنا نعرفها. الآن مصر مش بس مطالبة بحل هذه المشكلات، لا، ووضع مشروع إقليمي جديد لنظام عربي إقليمي جديد ينطلق من رؤية مصرية خالصة. وأنا لا أعتقد أن في حد شايف نفسه منافس يعني لهذه الرؤية، إلا أن كانت بقى قطر وحلفتها تركيا وإيران. نعم. يعني صحيح أستاذ أسامة، ولكن يعني وفق هذا الحديث بأن كل المدن في سوريا لها أهمية، ولكن هناك في حتى في باقي الدول هناك أهمية استراتيجية طبعا وجغرافية لبعض مناطق بعينها. عندما سألتك عن هذه المنطقة في جنوب دمشق، نحن نعلم أن هناك محاولات كثيرة من قبل إيران للتمدد الشيعي ووضع أذرعها في الأراضي السورية، وتحديدا في هذه المنطقة نتحدث عن مرقد السيدة زينب الذي تتوجه له إيران. شوف يا فندم، الكلام حوالين مد شيعي يعني محتاج شوية دقة. أنا متفق على وجود مد فارسي، أنا متفق على ذلك، وأن إيران تريد أن يكون لها منافذ على البحر المتوسط، سيد بحار العالم، وأنه فعلا تمكنت إيران من عمل قوس يمتد عبر بغداد إلى دمشق إلى بيروت لحد ما نوصل للجليل الأعلى، وأيضا من الجنوب من اليمن. نعم، أتفق أن هناك تمدد في النفوذ الإقليمي الإيراني، وأتفق أن هذا التمدد في النفوذ نواياه وما خلفه خطير في الحقيقة، ويحتاج إلى كثير من المكاشفة وأنه يبقى واضح تماما إيه هي أهدافه. لكن أيضا هناك تحركات تركية، أيضا هناك مشروع إسرائيلي، أيضا هناك مشروعات متعددة مش بس الإيرانيين لوحدهم. وعشان كده بقول أنه الحل سيكون مصريا وبرؤية لإعادة ترتيب النظام العربي الإقليمي مصريا. أنا مش شوفيني في اللحظة دي ولا بتكلم لأني منحاز لبلادي، أنا مصري، ولكن أنا لا أرى بديلا لمستقبل هذه المنطقة من دون مشروع قومي، وهذا المشروع القومي مصر هي التي تقوده ومصر هي التي تضع ملامحه. نعم، بالطبع سيد أسامة، اللاعبون الدوليون في سوريا كثر، ليس فقط نتحدث عن إيران، نتحدث أيضا عن التدخل التركي وتحديدا في شمال سوريا في مناطق السيطرة الكردية. أخيرا أستاذ أسامة، في عجالة الآن يعني هناك اتفاقات كثيرة لوقف إطلاق النار وأماكن خفض التصعيد، إذن الطريق معبد الآن لمزيد من توفير عدد كبير من الدول الأخرى المناطق الأخرى لأن يكون هناك خفض للتصعيد. ما هي المناطق المحتملة لأن يكون هناك فيها خفض للتصعيد؟
في الحقيقة انه في منطقة حد عاكس فيها قوي هذه المفاهيم وهي المناطق الجنوبية، لان هذه المنطقة تلعب فيها اسرائيل بشكل واضح، لان منطقة درعا مجاورة لمسألة الجولان، وفي تعقيدات كتيرة اسرائيل برضو موجودة في الملعب، اسرائيل موجودة وبشكل فاحش، وكل شوية تانية تخش تضرب بصواريخ وبتتدخل كل شوية والتانية، ومجلس الامن لا ادانة على الاطلاق. خلينا اقول لحضرتك انه كثرة اللاعبين أو كثرة الطباخين أفسدت الطبخة، وقد آن الأوان إلى أن ينتظم كل الأوضاع وتنتظم كل المناطق في سياق حل سياسي مبني على مرجعية جنيف، ومن ثم نبتدي فعلا في تحول وإعادة إعمار، كما أكدت الدبلوماسية المصرية أنه إعادة الإعمار هو جزء لا يتجزأ من الصفقة. نعم. الصفقة السياسية طبعا. نعم، نشكر الأستاذ أسامة الدليل رئيس قسم الشؤون الدولية بالأهرام، نشكرك جزيل الشكر. إذن مشاهدينا الكرام، الحصاد ما زال مستمرا وفيه بعد فاصل قصير. استراتيجية ترامب الجديدة تجاه إيران تعيد العقوبات المؤلمة لطهران وتهدد الاتفاق النووي. أهلا بحضراتكم من جديد. أهلا بكم من جديد، وإلى ثاني ملفات حصادنا الإخبارية. أزمة إيران النووية تقترب من العودة إلى المربع صفر، وذلك بعد إعلان ترامب استراتيجيته الجديدة تجاه إيران وإصداره توجيه آخر لوزارة الخزانة بفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيرانية والتلويح بالانسحاب من الاتفاق النووي. طهران التي تقع في قلب التغيرات السياسية لساكن البيت الأبيض أظهرت اليوم أن الانسحاب من الاتفاق لن يكون نزهة قصيرة، وتوعدت بالانسحاب أيضا من الاتفاق، كما أعلنت أنها تطور مزيدا مما أسمته أسلحة الردع وسط تأييد دولي لبقاء الاتفاق الذي استغرق التوصل إليه سنوات طوال وأكثر من 18 شهرا من المفاوضات المطولة. التوتر في العلاقة الأمريكية الإيرانية عاد مرة أخرى إلى الساحة الدولية منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، حيث يرى أن الاتفاق النووي من أسوأ الصفقات التي عقدتها الولايات المتحدة. وفي خطابه الأخير أطلق ترامب العديد من التصريحات والقرارات التي تمثل استراتيجية جديدة للإدارة الأمريكية في التعامل مع التهديد الإيراني للمنطقة، حيث أصدر قرارا بتفويض وزارة الخزانة بفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني الذي يراه داعما للإرهاب في العالم. ومن هنا فأنا أفوض وزارة الخزانة لوضع عقوبات إضافية على كل قوات الحرس الثوري الإيراني لدعمهم للإرهاب، وأن تطال هذه العقوبات مسؤوليهم وعملائهم وكل من له صلة بهم. ترامب هدد أيضا بإلغاء الاتفاق النووي الإيراني في حال لم تلتزم إيران واستمرت في خرقها لبنود الاتفاقية، فيما علق الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده ستلتزم بالاتفاق النووي ما دام يخدم مصالحها، وأنها ستوسع برنامجها للصواريخ الباليستية رغم الضغوط الأمريكية، وأضاف أنه لا يمكن إضافة أي بنود للاتفاق النووي ولا يمكن أن تلغيه دولة واحدة. في هذا السياق أكدت فيدريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن الولايات المتحدة لا يمكنها إلغاء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران وقوى عالمية، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق لا يعد اتفاقا ثنائيا بين الولايات المتحدة وإيران. هذا قرار لمجلس الأمن الدولي، وهذه خطة عمل تحدد الأمور الواجب القيام بها، والالتزامات ذات الصلة بالأسلحة النووية والالتزامات النووية التي يجرى تنفيذها، وبالتالي فإن رئيس الولايات المتحدة لديه العديد من الصلاحيات، ولكن ليس من بينها إلغاء الاتفاق. وأعتقد أن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي سيحافظان على الاتفاق. على صعيد آخر، حذر قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا الولايات المتحدة من اتخاذ قرارات قد تضر بالاتفاق النووي مع إيران، مثل إعادة فرض عقوبات على طهران بعد قرار ترامب عدم التصديق على الاتفاق، كما أثار الخطاب قلق الخارجية الروسية التي ترى أن مهمتها الأساسية هي منع انهيار الاتفاق النووي. فتهديدات ترامب تثير مخاوف عدة أطراف من المغامرة بإلغاء الاتفاق النووي، ما قد يضاعف التوتر في الشرق الأوسط.
للمزيد معنا الأستاذ محمد محسن أبو النور الباحث في الشؤون الإيرانية. أستاذ محمد أهلا بحضرتك. إذا كان يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران غير ملتزمة بالاتفاق النووي، لماذا لم يوقع عليها عقوبات؟ لماذا لم يعتبر أن الحرس الثوري الإيراني ضمن التنظيمات الإرهابية؟ ما الذي يمنعه؟ بالتأكيد هناك مانعان في منتهى الأهمية منع ترامب من اللجوء إلى هذه الخطوة. المنع الأول وهو الصلاحيات المحدودة للرئيس وفقا للنظام الأمريكي أو وفقا للدستور الأمريكي. الرئيس الأمريكي لا يملك انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، هو فقط يملك عدم التصديق الدوري على الاتفاق، ومن ثم يرجئ هذا الاتفاق إلى صلاحيات الكونغرس الذي سوف يكون أمام 60 يوما فقط للتصديق على الاتفاق من عدمه. هذا أول أمر. الأمر الآخر هو الأمر الأكثر أهمية، أن يوم الأربعاء صباحا خرج الجنرال محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري وهدد أمريكا صراحة بأن عليها أن تبعد قواعدها وأساطيلها مسافة 2000 كيلومتر حتى تكون بمنأى عن أي تهديد إيراني حال إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية. وفقا لهذه الاستراتيجية يبدو أن هناك اختلافا عميقا داخل الإدارة الأمريكية وتحديدا ما بين البيت الأبيض والبنتاغون حول النية الإيرانية حال إذا أقدمت أمريكا بالفعل على تقويض الاتفاق. يبدو أن ترامب والبنتاغون يرون أن التهديد الإيراني كان تهديدا جديا وأنها كانت سوف تقوم بعمليات ضد القطع البحرية في الخليج، ضد القواعد الأمريكية في قطر وفي دول أخرى. وعلى هذا الأساس لم يلجأ إلى الخيار التصعيدي العنيف ضد إيران، فقط قال عبارات مكررة كررها في أكثر من مناسبة سابقة. الأمر الآخر وهو أمر تفسيري الشخصي، يعني وقد أكون مخطئا فيه، أن ترامب يحاول استخدام إيران كأداة وظيفية لإعادة التوتر إلى الشرق الأوسط مجددا بعد انحصار النفوذ الداعشي في كل من سوريا والعراق. كما تعرف سيادتك الآن قوات سوريا الديمقراطية في سوريا تقريبا أنهت الوجود الداعشي في سوريا، الحشد الشعبي والجيش العراقي والبشمرجة أنهوا تقريبا أيضا الوجود الداعشي في العراق. ما هو العامل الجديد الذي يمكن من خلاله بعث التوتر مرة أخرى وبالتالي يعني حشد وحث الدول على شراء السلاح الأمريكي وتشغيل المصانع الأمريكية وكلام من هذا القبيل، وحتى تكون أيضا إسرائيل بمنأى عن أي صراع. العامل الأكثر وظيفية الآن هو العامل الكردستاني والعامل الإيراني عن طريق التلويح والتخويف بالنشاطات الإيرانية في الإقليم. من جانبي أرى طيب. أن إيران مخطئة تماما لأنها تعطي مصوغ للرئيس. البعض يرى بأنه يعني يومين لا أكثر وسيذهب هذا الخطاب أدراج الرياح وأننا لن نشهد أي شيء يحدث على الأرض وأن أقوى ما كان في هذا الأمر هو اللهجة فقط، هل تتفق؟ طبعا أتفق تماما مع هذا الأمر، لأن على سبيل المثال قبل قليل أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا وفقا لخطاب ترامب يضيف 4 شركات أخرى تابعة للحرس الثوري على قائمة العقوبات. هذه الشركات 3 شركات إيرانية وشركة صينية تتعاون مع الحرس الثوري. لك أن تعلم سيدي العزيز أن الحرس الثوري يدير الاقتصاد عن طريق ما يعرف بمقر خاتم الأنبياء. مقر خاتم الأنبياء له على الأقل 1000 شركة داخل إيران وخارجها على الأقل. إذا كانت أمريكا جادة بالفعل في توقيع عقوبات اقتصادية على الحرس الثوري فإنها ليس من المنطقي أن توقع عقوبات على 3 شركات فقط وليس على 1000 شركة. فبالتالي يبدو أن هناك بالفعل دور وظيفي تريد أمريكا أن تخوله إلى إيران لإعادة بعث التوتر في الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد داعش. طيب أستاذ محمد، يعني أمريكا ترى الاتفاق النووي بطريقة ممكن تختلف كثيرا عما يراه بها الدول الأخرى الموقعة على هذا الاتفاق. بعد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان هناك بيان فرنسي ألماني بريطاني يؤكد أن الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران يحقق مصالحنا القومية. ما هو المتوقع أن يحدث خلال الأيام القادمة؟
طبعا المتوقع أن يحدث خلال الأيام الماضية أن تواصل الجماعات المالية الأوروبية الانخراط في توقيع استثمارات وعقود استثمارية مع الجانب الإيراني، مستغلة أن هذه السياسة الترامبية أفسحت المجال تماما أمام رأس المال الأوروبي للاستحواذ بالكامل على الكعكة الاقتصادية الإيرانية، وحرمت رؤوس الأموال واللوبي المالي الأمريكي من الحصول على نصيب الأسد الذي كان يحظى به فيما مضى من الاقتصاد الإيراني. رأينا مثلا أن في قطاع البترول شركات فرنسية هي التي تحصل على الامتيازات، على عكس في مرحلة ما قبل العقوبات كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي المسيطرة. أيضا في قطاع الإنشاءات، في قطاع العقارات، في قطاع الفندقة، في معظم القطاعات كانت أمريكا مسيطرة على السوق الإيرانية. الآن أمريكا أفسحت المجال كليا للاعب الأوروبي ليستحوذ بالكامل على هذا الأمر. الجانب الآخر وهو جانب في منتهى الأهمية هو أن يبدو أن أمريكا تفهمت أن هناك ضغوطا دولية بالإجماع على واشنطن لعدم الانسحاب من الاتفاق النووي. رأينا مثلا موسكو تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي في روسيا، رأينا وزير خارجية لافاروف يتصل في مكالمة هاتفية بنظيره الأمريكي، رأينا تيريسون يتصل بمسؤول كبير في الصين لإقناعه بخطة ترامب لتقويض الاتفاق النووي، لكن الصين ترفض. معنى ذلك أن الأيام القادمة سوف تكون أو سوف تشهد عزلا أمريكيا عن المجتمع الدولي، بحيث تكون أمريكا في جانب والمجتمع الدولي بالكامل في جانب يساند إيران، وهو خطأ استراتيجي كبير. أعتقد أن ترامب لو لم يقصد سياسة بيع الأسلحة إلى الشرق الأوسط سوف يكون مخطئا بشكل كبير جدا في هذه السياسة. نعم أستاذ محمد محسن أبو النور الباحث في الشؤون الإيرانية، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا متواصلون مع حضراتكم، ولكن بعد الفاصل. بعد فشل سياسة الابتزاز، ماذا يريد أردوغان من أوروبا؟ مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد في آخر ملفات حصادنا الإخباريين. أهلا بحضراتكم. فلم يجد أردوغان في سياسته تجاه أوروبا والتي بدأها بالتودد ثم التهديد حلا لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي، فكان التجسس هو الحل. بالفعل القضاء الألماني أدان جاسوسا يعمل لصالح المخابرات التركية، ما زاد من حدة التوتر في العلاقات التركية الأوروبية. هل تجسد أنقرة نموذجا يمكن للأوروبيين التعايش معه والوثوق به؟ تحركات الرئيس التركي رجب أردوغان وأفعاله ترسل دوما إشارات وإجابات سلبية حول هذا السؤال. فخلال عامين فقط تحول أردوغان من التودد لأوروبا لنيل مقعد في اتحادها إلى التهديد بعزل القارة بأكملها أو إغراقها باللاجئين، ما لم يتم اعتماد عضوية بلاده التي تقدمت بها عام 1987. الرئيس التركي حاول لمرات إيهام الاتحاد الأوروبي بأنه يطبق إصلاحات تتوافق مع المعايير ولوائح الاتحاد، لكن سرعان ما تكشفت حقيقة نواياه الرافضة للديمقراطية والإصلاح حين أقدم على تعديلات دستورية منحته صلاحيات تفوق صلاحيات الحكومة والبرلمان، لتتحول معها تركيا البرلمانية إلى دولة يحركها الساكن في القصر الرئاسي، تعديلات قد تبقيه في الحكم إلى عام 2029. لم تكن تلك التعديلات هي مبعث الخوف الأوروبي الوحيد، إذ سبقتها موجة اعتقالات طالت ما يقرب من 50,000 شخص قيد المحاكمة الآن على ذمة اتهام بالتورط فيما تسميه السلطات التركية انقلابا، وتزعم أنه استهدف الإطاحة بأردوغان. ويضاف على ذلك الرقم 150,000 تم طردهم من وظائفهم لذات السبب. مراوغات أردوغان التي فشلت في إقناع أوروبا بالتودد أو التهديد بورقة اللاجئين لم تتوقف عند هذا الحد، إذ بدأ محاولة أخرى ولكن هذه المرة عن طريق التجسس، لتتكشف مؤامراته بعد إدانة القضاء الألماني لتركيا يتجسس لصالح المخابرات التركية، ليضيف إلى رصيد أردوغان السلبي في التعامل مع أوروبا نقطة جديدة تزيد الهوة بين الطرفين، متوددا تارة ومبتزا تارة أخرى وأخيرا متجسسا. هكذا لخص أردوغان مسيرته في التعامل مع الدول الأوروبية التي يقول دوما إنها ترفض عضوية بلاده بسبب خلفية تركيا الدينية،
بينما تتوجس القارة الأوروبية من أوهام الزعامة التي تراود ذاك الساعي نحو السيطرة. ولمزيد من تسليط الضوء أكثر ينضم معنا مباشرة الدكتور محمد عبد القادر، رئيس تحرير مجلة شؤون تركيا. مرحبا بك دكتور محمد. يعني أردوغان يتشدق بالديمقراطية ويمنح له صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات البرلمان وباقي المؤسسات في تركيا، ما هي رؤيتك لهذه الديمقراطية التي تخص أردوغان؟ في مشكلة في الصوت. أكرر عليك السؤال مرة ثانية دكتور محمد، نتحدث عن الديمقراطية التي يتشدق بها أردوغان وفي نفس التوقيت يعطي لنفسه صلاحيات كبيرة، ما هو أو ما هي رؤيتك للديمقراطية الأردوغانية؟ يعني في الحقيقة أستاذة لبنى أنا لا أتصور أنه من الممكن الحديث عن ديمقراطية في تركيا. أغلب الأدبيات الغربية تتفق على أن ما يحدث في تركيا لا يمت للديمقراطية بصلة، نحن نتحدث عن السندوقراطية التي يستخدمها الحاكم كوسيلة للوصول إلى الحكم ثم يتخلى وينقلب عنها. ما نشهده في تركيا لا يمت بأي صلة للديمقراطية، هي أشبه بالنظام السلطوي الذي يتمتع فيه الرئيس بكافة الصلاحيات الدستورية الذي يتحول فيه النظام السياسي إلى مجرد ديكور في الحقيقة يستخدمه الرئيس للسيطرة على كافة مؤسسات الدولة. رئيس الوزراء الذي لعب أدوارا مركزية على مدار تاريخ الجمهورية التركية يتحول إلى أقرب ما يكون إلى سكرتير أو مدير مكتب للرئيس التركي. الرئيس التركي لا يسيطر فقط على المؤسسة التنفيذية بحكم السلطات ولا يتمتع بالحياد السياسي الذي وسم منصب رئيس الدولة على مدى عمر الجمهورية التركية. الرئيس التركي تحول إلى ديكتاتور تنفيذي يسيطر على رئاسة الوزراء، يسيطر حتى على الهيئات المستقلة، يسيطر على مؤسسة القضاء التاريخية المعروفة في تركيا، يحاول أن يسيطر على الأجهزة الأمنية، أيضا يحاول أن يفرض نفوذه داخل الجيش التركي. وفي الحقيقة رغم أن أغلب الأدبيات العربية والغربية تتحدث عن أن الرئيس استطاع خلال السنوات الماضية السيطرة على الجيش، إلا أن المتخصص والمتابع يرى أن هناك في الحقيقة تيارات داخل هذا الجيش الآن، بعضها مرتبط بتيارات إسلامية، بعضها مرتبط بالأردوغانيين الجدد، بعضهم مرتبط بالكماليين والعناصر التي ما زالت تناصر هوية تركيا التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك عام 1923. ومن ثم تحولت المؤسسات القومية الراسخة في تركيا إلى مؤسسات هشة تعاني من صراعات داخلية، كل تيار يحاول أن يوجه هذه المؤسسات وفق ما يحقق مصالحه الذاتية. وفي الحقيقة بيستفيد من ده الرئيس التركي بأنه بيستغل هذه الصراعات لكي يستمر في سيطرته على كافة مؤسسات الدولة بمحاولة استخدام فزاعة حركة الخدمة للسيطرة على المؤسسات الإعلامية. نحن الآن نتحدث عن أغلب المؤسسات المستقلة تم السيطرة عليها، هناك موظفين مدنيين تجاوزوا 160,000 شخص الآن خلف الأسوار، أسوار السجون التركية التي لم تعد تستوعب معارضي أردوغان، فيتجه الآن إلى بناء سجون جديدة. أيضا تم إقالة العديد يعني الألاف من موظفي تركيا، أكثر من 100,000 شخص تم إقالتهم من مناصبهم، العديد من الأكاديميين تم عزلهم لمجرد تعبيرهم عن تبني مقاربات مختلفة فيما يخص سياسات تركيا الداخلية. هي الأزمة الكردية على سبيل المثال، أغلب الإعلاميين لم يعد باستطاعة أحد منهم أن يعبر عن توجهات مختلفة فيما يخص السياسات الخارجية التي حولت تركيا في الحقيقة وعلاقتها الإقليمية والدولية من صفر مشاكل إلى صفر كبير. الآن تعاني تركيا من مواجهات مع الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، أكبر دولة مستوردة للصادرات التركية ومصدرة لها هي ألمانيا، تواجه تركيا معها مشكلات كبيرة. نعم هذا ما نود الحديث معك عنه بشكل تفصيلي، ولكن نريد أن نوسع الدائرة دكتور محمد ونتحدث عنه أن سياسة أردوغان بدأت في البداية من التودد ثم بعد ذلك التهديد لأوروبا. يعني السؤال الآن ازداد هو بالفعل بين تركيا وبين الدول الأوروبية، هل تسمعني الآن دكتور محمد؟
دكتور محمد هل تسمعني الآن؟ إذا كنت قد تسمعني دكتور محمد، أتحدث عن سياسة أردوغان بدأت مع أوروبا أو دول الأوروبية بالتودد منذ عدة سنوات في محاولة منه إلى الدخول أو أن يكون شريكا في الاتحاد الأوروبي، وبعد أن فشل في هذه المحاولات بدأ سياسة أخرى وهي سياسة التهديد للاتحاد الأوروبي وللكثير من الدول الأوروبية. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، يعني ازدادت هو بالفعل بين تركيا وبين دول الاتحاد الأوروبي، ما هو السيناريو القادم برأيك؟ يبدو أننا فقدنا التواصل مع الدكتور محمد عبد القادر رئيس تحرير مجلة شؤون تركيا. نشكرك جزيل الشكر دكتور محمد ونعتذر على هذا العطل الفني من خلال الاتصالات. إذن مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحصاد الإخباري، ولكن لن يتبقى إلا التذكرة بأبرز العناوين. وساطة مصر النزيهة تعيد رسم خارطة الأزمة السورية. استراتيجية ترامب الجديدة تجاه إيران تعيد العقوبات المؤلمة لطهران وتهدد الاتفاق النووي. بعد فشل سياسة الابتزاز، ماذا يريد أردوغان من أوروبا؟ إذن مشاهدينا الكرام، نحن مستمرون معكم على رأس كل ساعة. خدمة إخبارية جديدة تأتيكم بعد دقائق.